ازيكم. هبوط اورانوس في برج الطور. عندما يهبط اورانوس فان التكنولوجيا تقل او يتدنى مستواها، او بمعنى اصح في تأثيرات لهبوط اورانوس في برج الطور في العبور، وفي تأثيرات بشكل عام انه اورانوس هبوطه في الطور. ده معناه الطور ده مستحيل ياخد اي صفة من صفات اورانوس. اذا كان اورانوس هو الابداع والتكنولوجيا والاختراع والتقدم والانقلابات والثورات، فان برج الطور هو العكس تماما. برج الطور ولا بيبدع ولا بيصنع كهرباء ولا بيصنع تقدم ولا بيصنع تكنولوجيا ولا بيصنع اختراع ولا بيصنع ابداع ولا بيصنع اي شيء في الحياة، بيصنع انه يفضل قاعد زي الجاموسة. هو ده برج الطور باختصار. ولذلك اذا كان اورانوس هو الذكاء الشديد فان هبوطه في الطور، لان برج الطور هو الغباء الشديد، هو الغباء اللي ملوش اي حد ولا وصف. الطور هو البقاء كما هو عليه، الطور هو الثبات وعدم التحول، الطور هو التمسك بالماضي والقديم، الطور هو المشي على العادات والتقاليد، الطور هو إنسان لا يقود، وإذا قادك يدخلك في الحيط. فالقيادة غير مناسبة لي، على الرغم من أن البرج البهيمة ده، البرج الجاموسة ده، بيحب القيادة ويصدر نفسه للقيادة مع أنه ليس أهلا ليها. يعني هو كده يغاري كده، عنده غيرة، شمعنا الناس تقود الدولة وأنا لا، مع أنه هو بهي جاموسة، جاموسة تحكم الدولة ومع ذلك يسعى للسلطة. فطبعا الجاموسة ده اللي هو برج الطور هبوط أورانوس يسعى بشكل غريب للسلطة، بشكل مخيف للسلطة ولرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الدولة أو أنه يبقى الملك. يا اخي غير مؤهل ابدا انه يكون ملك ولا رئيس، ولا في اي ذره ابداع، ولا يعرف يعمل اي شيء في الحياه. ياخد البلد يخربها ويسلمها لك خربانه، ياخد الدوله يخليها فساد ويسلمها لك فسدانه، ياخد الدوله يخليها حامض ومخلل ويديها لك ويا حمضانه ومخلله. معروفين يعني الزمان مليان بقصصهم ومليان بأفعاله، من أول هتلر ومن أول صدام وغيره وغيره من الناس اللي كانوا من برج الطور، ولا بيقدم ولا بيأخر، ولا بينتج ولا بيصدر، ولا بيودي ولا بيجي، ولا بتستفاد من اللي جابوه أي حاجة. علم في المتبلم يصبح ناسي، كل يوم زي كل يوم. هو ده برج الطور هبوط أورانوس. فلا تنتظر من برج الطور أي تقدم ولا تكنولوجيا، ولا تنتظر من برج الطور أي ثورة ولا انقلاب، ولا تنتظر منه تحول ولا تغير، ولا تنتظر منه فعاليات أو فعاليات ولا تجديدات ولا أخبار جديدة. طور هو اسمه كده، زي ما بيتنطق كده، طور الله في برسيمه، جاموسة الله في البرسيم وفي التبن. تشتري له تبن، تشتري له برسيم، وتوكل الطور، ولا بيقدم ولا بيأخر. فلذلك ما تتعبش نفسك مع التيران كتير، ويعني احفظ واحتفظ بمجهودك لنفسك. دي نصيحة مني لوجه الله الكريم زكاة عن صحتي. علم في المتبلم يصبح ناسي، كل يوم زي كل يوم، كل يوم عند برج الطور زي كل يوم. ولا بيتجدد ولا بيحب التجديد ولا بيتطور ولا بيحب التطور، باختصار جاموسة. هبوط أورانوس لازم تفهم في فهمك وفي خيالك وفي عقلك انه هبوط أورانوس في برج الطور، انتحاس أورانوس في برج الطور، نكبة أورانوس في برج الطور، بهدلة أورانوس في برج الطور. كده جاموسة كل يوم زي كل يوم، ما في اي فايدة، ما في اي تجديد، ما في اي نشاط، ما في اي ابداع ولا اختراع ولا تطور ولا اي حاجة خالص. يعني اذا لقيت طور بيتحرك من مكانه او بينتج او بيجيب شيء جديد او مبتكر، فده يعني من عجائب القدر، من غرائب وعجائب القدر، دي معجزة بصراحة. يمكن عنده كواكب في الدلو، ولا يمكن عنده كواكب في الجوزاء، لكن طبيعة الطور هو البني ادم اللي كل يوم زي كل يوم، ما في تجديد، ما في إبداع، ما في تغيير.
وبالمناسبة التيران بشكل عام دمهم غتت، ما فيهم خفة دم ولا شيء، يعني دمهم رخم خالص، ما فيهم أي خفة دم ولا جو مرح ولا أي شيء. بهيمة تاخده تقعده جنبيك، ماشي مع البهيمة جاي مع البهيمة، رايح مع الجاموسة جاي مع الجاموسة، طالع مع الجاموسة جاي مع الجاموسة، جاموسة بس. هتكذب على نفسك، هو من فصيلة الأبقار، اللي بيسموها الضرب في الميت حرق، الضرب في الميت حرق، وعلم في المتبل لم يصبح ناسي، وكل يوم زي كل يوم، ما في ديك أم تغيير، انسى التغيير، ما في أي إبداع، ما في عقلية المبدع، عقلية المبدع صفر، عقلية المخترع والمبتكر صفر، عقلية المطور والمستحدث صفر. يا أخي فاقد الشيء لا يعطيه، مو بالغصب، هو مو بالغصب. فنصيحة مني لوجه الله الكريم، لو ماشي مع الطور البهيمة أو في صداقة أو علاقة تجمعك مع الطور، أو بني آدم عنده كواكب في الطور، فخليك عارف وحاطط في مخك وفي خيالك وفي عقلك الصاحي إن الطور هو هبوط أورانوس، الطور هو هبوط أورانوس، كل يوم زي كل يوم، شبه كل يوم، النهاردة زي امبارح، زي بكرة، زي بعده، زي بعد 20 سنة، زي بعد 1,000,000,000 سنة، كل يوم زي كل يوم. الإبداع صفر، الاختراع صفر، الابتكار صفر، التجديد والتحديث صفر، التطور صفر، ترك الماضي وعدم التعلق بالماضي صفر، كل شيء صفر، عبارة عن حيطة، فعلا اسم على مسمى، طور الله في برسيمه بس.